يعطيكم العافية يا مس. اليوم بإذن الله بدي أحل مثال 2 صفحة 86. إذا مطلوب منك من الكتاب لدرس محيط الدائرة مثال 2 صفحة 86. بقول لك المثال بنقسم لفرعين، 1 و2. الفرع الأول: أجد طول نص قطر دائرة محيطها. إذا عندي محيط الدائرة، قال لي محيط الدائرة يساوي 18.84%. بدي أوش أوجد را اللي هو نصف القطر. بدي أوجد را، أوجد إيش؟ نص القطر اللي هو را. هون عندي محيطها اللي هو سي، محيطها هون اللي عندي سي. بطبق على القاعدة أنا، سي تساوي 2 باي آر. وقال لي ملاحظة، هو بقول لك بالسؤال استعمل قيمة باي، هون بيحدد لك إيش قيمة باي اللي لازم أنت تستخدمها في الحل. هلأ إيش المجهول؟ المجهول آر. سي عندي 18.84 تساوي 2 ضرب باي اللي هي 3.14 ضرب R. إذن ضل عندي أطلع قيمة R. هلأ عندي 18.84 تساوي 2 ضرب 3.14. كيف بنضرب هاي 3.14؟ بقيم الفاصلة وبضرب بعدين برجع الفاصلة، بقيم الفاصلة وبضرب بعدين برجعها. 2 ضرب 4 8، 2 ضرب 1 2، 2 ضرب 3 6. هلأ الفاصلة بعد منزلتين، انتبهوا الفاصلة بعد منزلتين، إذن بحط الفاصلة هون. إذن 2 ضرب 3.14 تساوي 6.28 R. هلأ بقسم على 6.28، بقسم على 6.28 عشان تصفي عندي قيمة R. R تساوي 18.84 على 6.28. هدول لما أقسمهم على بعض بيطلع عندي الناتج 20. جربوا أقسموهم. كيف بقسمهم؟ بقيم الفواصل وبعدين برجعهم. يعني عندي 18.84، عندي 6.28، بقيم الفاصلة وبعدين برجعها. عندي 100، كيف بضلني أبحث كم في عندي بالألف وتمانية وأربعة وتمانين؟ عندي 22، بنزلها 20 هون بتطلع، هون بنزل 2 ضرب 628، أو هون مباشرة 20. عندي الفاصلة بقسمها بتروح مع الفاصلة، بجرب أضرب 628 ضرب 20، بنزل عندي هون الصفر، 2 ضرب 8 16، 2 ضرب 2 4 1 5، 2 ضرب 6 ويساوي عندي هون 12. إذن هون عندي لسه ما اكتملت 1200، 1200 أو هون عندي 12000. هون ما زبطت الاثنين، ما زبطت الاثنين. خلينا نجرب الثلاث. خليني أقسم على 3 اللي هي عندي هون 18.84 على 2 ما زبطت، تقسيم 6.28.
بدي أقسمهم على بعض تطلع قيمة را. هلأ الفاصلة بتروح مع الفاصلة بصير عندي 18، يعني بصير عندي 1884 تقسيم 628 ويساوي 3. إذن را تساوي 3، عفواً را تساوي 3. هون بس عملية قسمة، وممكن هون تستعينوا بالآلة الحاسبة لعملية القسمة. إذن را تساوي 3. طيب أوجدت القطر، بده أطلع دي. إذن إيش بده أطلع له؟ قيمة دي دائرة محيطها سي تساوي، بستعمل برضو نفس الإشي. إذن بطبق القانون سي تساوي باي ضرب دي، اللي هي منها سي عندي أنا 62.8 يساوي، قال لي استخدمي باي 3.14 دي. بقسم على 3.14، بقسم على 3.14، دي تساوي 2.6.8 على 3.14. ولما تقسموهم هون بتقدروا تستخدموا الآلة الحاسبة أو بتقسموهم قسمة عادية، دي بطلع الناتج عندي يساوي 20. إذن دي تساوي 20. واضح يا مس؟ يعطيكم العافية.